صدر دكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار اليوم القرار الوزاري رقم 126 لسنة 2009 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لانتخاب أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية من ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المقيدة بالبورصة، تمهيدا لفتح الباب لإجراء انتخابات أعضاء مجلس إدارة البورصة في مطلع الشهر القادم. تضمن القرار أن يكون الترشيح والتصويت لاختيار ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية من جدول واحد يضم جميع هذه الشركات. واشترط القرار ألا تكون الشركات قد خالفت قواعد القيد المتعلقة بالإفصاح خلال السنة السابقة.